مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الى اخره. حلقه النهارده هتكون حلقه مفتوحه، يعني هنبدا التليفونات من اول فقره، هتقدروا تكلمونا وتتواصلوا معانا وتشاركونا باي حاجه بتدور في دماغكم، اي مشكله عايزين تطرحوها، اي حوار عايزين نناقشه سوا، اي حاجه حابين تقولوها لنا هنكون معاكم الحلقه دي في حوارات مفتوحه كتير، واي حد يقدر يضيف اي حاجه. لكن خلينا نبدا الكلام بحد امبارح كان بيتكلم معايا، هي صديقه وبتقول انه الفتره اللي فاتت دي هي بتفكر كتير قوي تروح تعمل عمليات تجميل وحاجات من النوع بتاع ان هي تغير في شكلها، مع انها بنت يعني على قدر كبير جدا من الجمال، لكن هي جوزها بيقول لها انه هي محتاجه تغير حاجات في شكلها، وهي بدات تتهز شويه كثقتها في نفسها وكاحساسها بان هي حلوه، فقررت ان هي تعمل ده علشان خاطر ان هي ترضيه. الفكرة بقى، هو احنا فعلا بنبقى محتاجين نحلي نفسنا بالشكل ده علشان خاطر اللي حوالينا، ولا احنا مجرد احساس ان احنا حلوين ده بيخلينا نبقى فعلا كده؟ وهل يا ترى هو جمالنا فعلا في شوية عمليات تجميل وشوية ميك اب وان احنا بس نبقى شكلنا دايما على احسن حال وفي احسن صورة؟ طبعا المظهر مهم جدا جدا جدا، وبيدي الانطباع الاول بنسبه 50%. اول ما بتشوف حد وبتشوف شكله بتقدر يعني تشوف هو كويس مش كويس، حلو وحش، بيفرق كتير، انا عارفه ده. لكن الفكره كبنات، وخلوني هنا بركز جدا على موضوع البنات، هو انتوا فعلا بيبقى اهم حاجه بالنسبه لكم واكتر حاجه بتحسسكم ان انتوا يعني جمال بس شكلكم واللوك اللي انتوا بتظهروا بيه ده محور الجمال بالنسبه لكم كله؟ طب فين ثقافتكم؟ وفين طريقة كلامكم؟ وفين أخلاقكم؟ وفين سلوكياتكم؟ ما هي دي كلها حاجات بتخليكي برضو على قدر كافي من الجمال. انت فعلا حاسة ان انت محتاجة تروحي لدكتور تجميل عشان عندك مشكلة عايزة تعالجيها؟ ولا انت بس بترضي شخص معين في حياتك؟ او علشان مثلا صديقة معينة قالت لك حاجة ما عجبتكيش في شكلك فانت قررتي ان انت تغيريها عشان هزت ثقتك بنفسك؟ ثقتك بنفسك كلها متوقفة على شكلك الخارجي وبس؟ مهم قوي شكلك الخارجي بس مش أهم حاجة. الفترة اللي فاتت دي بقى كتير قوي في مشكلة ما بين البنات في إن هما يعني بيحاولوا يظهروا نفسهم بأحسن شكل وبينسوا الباقي كله، فبقى بيتقال انتقادات ملهاش أول من آخر. لما طلعت اتكلمت في حلقة وقلت إن البنات كائنات لطيفة وبديهي إنه لازم يصدر منهم كل ما هو جميل، اتقال لي إن أنتي محسسانة إن البنات ملايكة. هو المقصود من الكلام ده مش ان البنات ملايكه خالص، بس المقصود من الكلام ده انه الطبيعي والصح ان هم يكونوا النص الحلو، ان هم يكونوا بيحصل منهم احسن حاجه. فانت ما ينفعش ابدا تبقي كل اهتمامك وكل تفكيرك بان انت يبقى شكلك حلو، وان انت تبقي حاطه فول ميك اب، وان انت تعملي عمليات تجميل عشان ما حدش ينتقد اي حاجه في وشك واي حاجه في شكلك، وتنسي الباقي ده كله. مبدئيا دايما هينتقدوكي ودايما هيقولوا لك حاجات، لان مش كل الاراء هتجتمع على ان انت حلوه حتى لو كنت ملكه جمال، زي ما بنختلف في وجهات نظر في اي حاجه في الدنيا. لكن انت من جواكي لو شايفه نفسك جميله هتفرق معاكي كتير. انت بتعملي ايه غير انك بتقفي قدام المرايه وانت نازله عشان تخلي نفسك حلوه؟ بتبقي حلوه بتصرفاتك وبسلوكك وبتفكيرك. يعني ما ينفعش ابدا النهارده وانت في الشارع زيك زي الراجل وبنطالب بالمساواه وبنطالب بان احنا نبقى في فير بيننا وبينهم، وان انت تاخدي نفس الاماكن اللي هم بياخدوها في المناصب وفي الشغل مثلا او في بوزيشن معين، وبقيتي محاميه ودكتوره ومهندسه واعلاميه وصحفيه، ولسه كل اهتمامك الاول والاخير واللي انت شايفه ان هو هيخليكي حلوه بس الميك اب او شكلك، ده مش صح. او مثلا ان انت تحاولي تبقي بتظهري طول الوقت بفكره انه ان هبان رقيقه لما اتكلم مثلا واقول انا مش عارف ايه، انا كلام البنات الملزق اللي هو بتبقي بتتكلمي لجوه. اتكلموا عادي يا بنات زي ما بنتكلم كده، ايه عادي يعني، اتكلمي زي البنات العاديين، ما تحاوليش تبقي ملزقه علشان عمرك ما هتبهري حد بانك تكوني كده. مش لازم طول ما انت بتتكلمي تحاولي تكسري الكلمات في الاخر. انا شفت فيديوهات تيك توك وبنات بيطلعوا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بيعملوا ده، بس يعني هم المحتوى اللي بيقدموه عباره عن ده، ازاي تقولي له اسمه ومش عارفه يا محمد والحاجات الكتير اللي اكيد عدت عليكم.
هي دي كده انك تبقي بنت رقيقه، ويعني ده شكل الكياته في وجهه نظرك انت كده، واو هو ده بالنسبه لك الحلاوه والرقه. لا على فكره انت ممكن تبقي بتتكلمي عادي زي ما بنتكلم كده، ايه المشكله، وبرضه تبقي جميله ورقيقه. اختيارك لالفاظك هيخليكي جميله ورقيقه، اسلوب حوارك، طريقتك وانت بتتكلمي، مستوى ثقافتك هيفرق معاكي، نجاحك في شغلك مش هيبقى متوقف ابدا على شكلك بس، يعني اكيد شكلك مهم ولازم تبقي بتظهري بمظهر لائق، بقولها للمره المليون عشان في ناس بتصطاد الجمل، لكن مش اهم حاجه. حبيت ابدا الحلقه بالموضوع ده عشان بقى الموضوع منتشر جدا، بس بما اننا قلنا ان الحلقه هتبقى حلقه مفتوحه فانتوا تقدروا تكلمونا وتقولوا لنا انتوا كمان ايه الانتقادات اللي عندكم اللي بقت بتحسسكم انه البنات ما بقوش النص الحلو وما بقوش الكائنات اللطيفه اللي المفروض لا يصدر منها الا كل ما هو لطيف زي ما قلنا قبل كده. بعيدا بقى عن موضوع الشكل والميك اب والحاجات دي كلها، البنت اللي بتكون واثقه في نفسها بتخلي كل اللي حواليها يبصوا لها بالنظره دي، هي خلاص انت شايفه نفسك ان انت واثقه في نفسك فاوريدي بتلاقي كل الناس بيبصوا لك بنفس البصه اللي انت شايفاها، لكن لما تكوني انت اصلا مش واثقه في نفسك فبالتالي بتبقي عايزه تكتسبي ثقتك بنفسك بان انت تظهري بحاجات معينه هي اللي تخليكي حلوه. فبنرجع تاني نقع في علاقات دايما بايظه، لانك هتلاقي برضو ولد مش واثق في نفسه حابب ان هو يتعرف عليكي او يرتبط بيكي لمجرد بس انك تزودي له ثقته في نفسه، لانه لما يبقى طول الوقت بيهدك وبيحطمك وهو اللي ماسك زمام كل حاجه، يا مثلا شكلك مش حلو غيري، لا ده مش تمام فانت تغيري لان انت اوريدي مش واثقه في نفسك، فهو كده خلاص بيشبع الحته الناقصه عنده، فبنلف في دايره علاقات معقده ملهاش اول من اخر وبتبقى نتيجتها دايما فشل. ويا سلام بقى لو الموضوع اتطور وبقى في بيت واولاد فبتبقى حالات طلاق وانفصال، ما هي دي كلها كلاكيع نفسيه. لكن لو انتي بصيتي لنفسك من البدايه ان انتي عارفه مثلا محتاجه تعملي ايه وبتعمليه، وبالتالي بتبقي خلاص يعني انتي فاهمه انتي محتاجه تمشي ازاي، محتاجه ترتبي امورك على ايه، محتاجه تزودي مستوى ثقافتك في حاجه معينه، محتاجه تهتمي بشغلك وتشتغلي على نفسك في حته معينه، كل دي حاجات هتخليكي تثقي في نفسك، وبالتالي هتخلي اللي حواليكي يثقوا فيكي ويبقوا شايفين ان انتي فعلا بالصوره اللي انتي عايزه تظهري بيها. لكن ما تخليش مشاكلك النفسية توقعك في علاقات تانية فيها مشاكل نفسية وتبدأ سلسلة لا تنتهي زي ما قلت لكم من الفشل. معانا مكالمة تليفونية من مدام هويدة، خلونا نستقبلها وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. ألو مساء الخير. أهلا مدام هويدة، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذة سارة؟ مدام هويدة المجني عليها اللي كانت معانا في الحلقة اللي فاتت، مظبوط كده؟ مظبوط كده حضرتك. اتفضلي مدام هويدة. يا استاذه ساره بعد اذن حضرتك، انا بعد ما خلصت اللقاء بتاع حضرتك الاسبوع اللي فات اتصلت بيا خالة نورهان وهددتني بيا وبولادي ان هي هتبهدلني انا واولادي لما احنا طلعنا وقلنا الحقيقه. طب هي لما هي خايفه كده وما يطلعوا ويقولوا الحقيقه وهي بتقول لي انت خدت الفلوس، احنا خدنا الفلوس امتى؟ لما نكون خدنا الفلوس هنشكي ليه؟ تطلع زي ما انا طلعت وقلت انا ليا فلوس، تطلع وتقول انا ليا فلوس. كم هددتك بايه يا مدام هويده؟ معلش يا استاذه ساره، هددتك بايه؟ هددتني ان هي هتبهدلني انا واولادي، هي لما عندها سلطه يعني لما عندها ناس، بس في حكومه وفي بلد وان شاء الله ربنا هياخد حقي باذن الله. كم اسره دمرتها نورهان، اللي كان هيتجوز وفشكل خطوبته وفلوس الناس الايتام وفلوس ناس وفلوس ناس كانت مخليها عشان الاليه. انت بتقولي يا استاذه يلي اتصلت بيا وهددتيني، معلش انا مش هقول اسمك دلوقتي، فلوسنا خدناها طبعا، ما انت هتقولي ايه؟ هتقولي ايه طبعا؟ هتقولي ما انتوا فلوسكم خدتوها، ما انت صح من الناس اللي بيمدوا ايديهم في جيوب الناس ويقولوا احنا ما خدناش، انتوا هتقولوا ايه؟ هتقولوا طب مدام هويدة في اي اجراء اتاخد من الداخليه او الحمد لله الحكومه ان شاء الله الحمد لله ابتدت تمشي في الموضوع، بس انا بناشد الحكومه تقف معايا تجيب حق الناس دي، اللي كان هيخطب وساب خطيبته، اللي كان هيتجوز، اللي كانت سايبه فلوسها عشان العلاج، احنا عايزين حقنا من نورهان، دخلنا نورهان بيتنا وقعدناها في بيتنا عشان خربت بيتنا، دخلناها كلت لحمنا، لحمنا وخدت فلوسنا، ايه نورهان دي؟ ما عندهاش احساس،
الناس الايتام والناس اللي خربت بيتها ليه السنغاطوره، وفي الاخر فلوسنا وحقنا ونتهدد، واخت احمد تتصل بناس تاني داخله شاكيه معايا وتقول لهم انا هوريكم انا هعمل ايه. هتورينا هتعمل ايه يعني؟ احنا مش بنخاف، احنا معانا الحق وهم معاهم الباطل. اصل هم اصلا ناس نصابه، هتقول ايه؟ طب هي مدام هويده، انا مقدره انفعالك، بس هي لما قالت لك انا هوريكم انا هعمل ايه، هي عملت حاجه بالفعل ولا بس استمرت في تهديداتها؟ هي لسه، احنا ما لسه، احنا دي اسبوع يا استاذه ساره، احنا هنشوف، احنا لسه هنشوف. لا ما احنا مش هنستنى نشوف. انا الحكومه تاخد حقي تامنني انا والناس اللي معايا دي. اكيد يا مدام هويده رسالتك وصلت. مدام هويده دي المجني عليها اللي كانت معانا في قضيه النصب بتاعه الاسبوع اللي فات، او اللي المحامين قالوا ان هي قضيه توظيف اموال على حسب تكييفها القانوني، وبيجي لها تهديدات من خاله المشكوف حقها والمتهمه الاولى في القضيه، بتهددها باولادها وبتقول لها ان هي هتوريهم. مدام هويده، اول حاجه حضرتك تقدري تعمليها انه لو صدر منها اي تهديد ليكي تاني او بدون ما يصدر، تقدري تروحي تعملي محضر عدم تعرض وتتواصلي مع مركز ابو فنونه تاني، اكيد هم متابعين مع حضرتك الموضوع، والمحاضر بقى والاجراءات دي هتاخد مجراها يعني. لكن ما تقلقيش، محدش يقدر ياذيكي لمجرد انك طلعتي اتكلمتي في حقك، يعني اكيد ده مش هيحصل. رسالتك وصلت، بنشكرك يا ام عصام او مدام هويده. اي حد طبعا ما شافش الحلقه اللي فاتت ومش هيبقى فاهم الدنيا، هتلاقوا الحلقه على الشانل بتاعت اليوتيوب للبرنامج. هنتابع الموضوع وهنعرف تفاصيل اكتر عنه. انا بالفعل جات لي كذا مكالمه تليفون من باقي المجني عليهم ان هم جالهم تهديدات وانه في ناس كلمتهم، بس هم ما حبوش ان هم يظهروا باساميهم ولا يقولوا الكلام ده، وفي ناس فعلا عملت محضر عدم تعرض بالفعل. وتقريبا يعني قبل ما نخلص الحلقه الاسبوع اللي فات كان في مخبرين نزلوا وسالوا تاني عن المشكوف حقها والمشكوف حقه، فالاجراءات شغاله. انت يا ام عصام لا تقلقي ولا تخافي، لان مفيش حد فوق القانون ومفيش حد هيتحامى بسلطته زي ما انت بتقولي، ولو كانوا يقدروا يعملوا حاجه كانوا عملوها فعلا بس قانوني، لكن هم لو فعلا واخدين فلوس او حاجه زي كده كانوا هيثبتوا ده. فانت ما تخافيش وان شاء الله ربنا معاكي، واحنا كلنا متابعين القضيه وهنتابعها لسه تاني. نرجع بقى لموضوعنا والكلام عن البنات والانتقادات الكتير اللي ما بقالهاش اول من اخر. لما بنيجي نتكلم مثلا عن انه بقى في مشاكل في اخلاق الرجاله، بنلاقي ألف مشكلة تانية، بنلاقي مشاكل ما تتحلش، وبنلاقي حاجات انتقادات منهم للبنات أسوأ كتير من اللي احنا ممكن نقوله في حقه. فمش هنكون حقانيين أبدا لو قلنا إن بالفعل البنات دول ملايكة، يعني ده مش منطقي خالص، لسبب بسيط جدا. لأن زي ما أنا عندي ولد كان في مشاكل مثلا في تربيته وكان في مشاكل في نشأته خليته بقى عنده مشكلة في إنه يعرف يبقى مسؤول، فانا عندي بنت كان في مشاكل في تربيتها وكان في مشاكل في نشأتها خلتها تطلع ما عندهاش اي تقدير لكون انها الحاجه اللطيفه اللي المفروض تبقى في حياه الناس اللي حواليها. يعني مثلا حاجه من ضمن الحاجات اللي لاحظتها جدا في اعادات البنات، النفسنه الغير عاديه، حتى لو لمجرد ان واحده مثلا علاقتها بحد مستقره، دي بقى بيتبص فيها. ناهيكم بقى عن ان ده موجود في كل الناس سواء رجاله او ستات، بنات او شباب، مش موضوعنا، بس البنات فعلا بتلاقي فيه كتير بيكرهوا الخير لبعض يعني بطريقه غير مفهومه. هو انت محدش خد من رزقك ومحدش خد من حاجه بتاعتك، وربنا موزع ارزاقه لكل واحد زي ما الكتاب بيقول، مفيش حد هياخد حاجه اقل من اللي ربنا كاتبها له. فانت كون ان علاقتها مستقره بحد او كون ان هي ناجحه في شغلها، ده اثر عليكي في ايه؟ ضرك انت في ايه؟ ما ضركيش في اي حاجه. ما ينفعش ابدا ان انا اطلع على الهوا في حلقه واقول ان هم كائنات لطيفه لا يصدر منهم الا كل ما هو لطيف، وده بيحصل بقى بالفعل. هبقى يعني منحازه جدا وبقول اي كلام بصراحه لو ما اعترفتش ان لا، في حاجات سيئه جدا جدا بتصدر من البنات، ما ينفعش لان هم هيبقوا امهات بعدين. انت بتربي جيل زي الزفت. ولما طلعت قلت في حلقه قبل كده انه الرجاله في مشاكل في تربيتهم والام اللي بتدلع والام اللي بتطلع راجل غير مسؤول، فانت هتكوني نفس الام دي كمان شويه لما تبقي تتجوزي وتجيبي اولاد، هتبقي نفس الام دي، هتبقي برده ام مش عارفه تربي كويس لا اولاد ولا بنات. المشكلتين منفذين على بعض لان الاثنين ما بيتجزأوش، راجل وست، يعني نص المجتمع ونص التاني. في بقى من ضمن الحاجات الحلوه جدا اللي بتحصل جروبات بتتعمل للبنات وجروبات للشباب وجروبات خير. المفروض ان الجروبس دي كلها بيبقى فيها كلام عن حاجات
يعني لو مثلا بتبقى جروب للبنات حاجات تخص البنات بس، لو جروب للولاد حاجات تخص الشباب بس، وجروبات الخير لأي حد عايز يساعد أو أي حد عايز يعمل حاجة. لقيت واحدة بتقولي إنه خطيبها سألها أنت على جروب معين من جروبات البنات، وأول ما عرف رفض إن هو يكمل معاها. هو احنا بقينا بنقيس علاقاتنا ببعض بالكلام ده؟ يعني انت لو على الجروب ده فانت تبقي بنت مش كويسة، او انت لو على الجروب ده فانت تبقي مش تمام، يعني اخلاقك مش كويسة. ده مجرد جروب انت يعني عضو فيه وبتشوف اللي بيحصل، وحتى لو بتتفاعل فانت بتحكم عليا من ايه؟ يعني مجرد اسم جروب. وجروبات الخير اللي كتير قوي ناس بتقعد تقول على فكرة هي مش حقيقية، إيه لا ده بيبقى اي كلام، بيقعدوا يعملوا الكلام ده بس مفيش حاجه بتحصل فعلا. انا مثلا طلبت مساعده ومحدش ساعدني، او انا مثلا كتبت بوست ان انا عايز حاجه معينه ومحدش رد عليا، او لا على فكره كان عندي حد معين وقع في مشكله وطلب مساعده ومحدش تواصل معاه. واحكام احكام احكام. النهارده هنتكلم عن حاجه من الحاجات دي برضو مع الضيفه اللي هتكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل، دنيا ياسين. دنيا ياسين هي ستايلينج وميك اب ارتست وفوتوغرافر وحاجات كتير كده، ومتطوعه لاعمال الخير وعضوه على الجروبات الكتير قوي دي. هتكلمنا بعد الفاصل عن مصداقيه الجروبات دي، وعن البنات والانتقادات الكتير اللي بتحصل فيهم، وعن اللوك اللي دايما البنت بتحب تبقى بتظهر بيه وبتنسى ان في حاجات تانية كتير قوي مهمه محتاجه تهتم بيها. دنيا ياسين هتكلمنا في كل ده وهتكون معانا في حوار مفتوح، تقدروا تتواصلوا معاها بعد الهوا، والارقام هتكون معاكم على الشاشه. اشوفكم على خير بعد الفاصل، استنونا. اهلا بيكم مرة تانية، بس قبل ما نرجع لضيفتنا ونرحب بيها في مكالمة تليفون من استاذة شيماء، نستقبلها وبعدين نتكلم مع ضيفتنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذة شيماء، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذة سارة؟ اهلا وسهلا بحضرتك. استاذة شيماء المحامية، محامية المجني عليهم بتوع قضية النصب. ايوه كنت مع حضرتك الحلقة اللي فاتت. اهلا وسهلا بيكي يا استاذة شيماء، اتفضلي. استاذة سارة، انا بناشد مدير امن المنيا وعمرو بيه حسن ورئيس المباحث وبناشد وزير الداخليه. يا استاذه ساره احنا متعرضين لتهديدات جامده بعد الحلقه دي. حتى حضرتك يا استاذه شيماء؟ اتعرضنا ده مهددين ان انا يقفلوا لي المكتب وهيكبوا على وشنا ميه نار، وناس هتخطفنا ومضين على وصلات امانه، حاجات كتير جدا. الناس دي انا مش عارفه الحكومه ساكته ليه لغايه دلوقتي. طيب احنا بنناشد مدير امن المنيا وعمرو بيه حسن، يا ريت ياخدوا خطوه مع الناس دي. استاذه شيماء الناس دي لو عندها حق، حضرتك حضرتك عملتي اي حاجه؟ طيب عملتي اي اجراء قانوني؟ عملتي محاضره عدم تعرض او اي حاجه من النوع ده؟ انا لسه انا رحت قلت لهم ودي كده في ال كده، قالوا احنا معاكي لو حد تعرض لك احنا هنتكلم. فانا ما رضيتش اعمل دلوقتي عدم تعرض، فانا بناشد مدير امن المنيا وعمرو باحث وزير الداخليه، يا ريت سرعه التحرك للناس دي، حد ياخد خطوه مع الناس دي. ولو الناس دي احنا مالناش حق تطلع تتكلم، تطلع تنفي الكلام يطلعوا ده، يثبتوا ده. الناس دي عايزه تبعت لنا بلطجيه، الناس دي عايزه تبعت لنا بلطجيه في الشوارع. الناس دي ده في ناس ظهرت جديد منصوب عليها باكثر من نص مليون جنيه ومليون جنيه تاني. ناس فشكلت خطوبتها بسبب، وانا ايدت الكلام مدام وعيده لما اتصلت من شويه، في ناس فشكلت خطوبتها بسبب ناس كتير اتنصب عليها تاني. يعني في ناس بدات تظهر جديد تاني. بيوت كتير اتخربت لسه بتظهر، انتوا ما كنتوش تعرفوا عنها حاجه. ايوه ما كناش نعرف عنها حاجه. وبعد ما سمعوا الحلقه اللي عدت ديت، كله دلوقتي بعد تهديدات وكله جاب بلطجيه وكله بيقول هنعمل ونسوي. طب احنا عايزين الحكومه تتحرك مع الناس دي، تاخد اي خطوه تجاه الناس دي. اكيد يا استاذه شيماء رسالتك وصلت. برضو استاذه شيماء كانت المحاميه بتاعت المجني عليهم والمجني عليها الاولى مدام هويده، اللي كانوا موجودين معانا في حلقه توظيف الاموال بتاعت الاسبوع اللي فات. واضح ان الموضوع كبير وان في تهديدات كتير. احنا كمان جات لنا رساله واحده بس بصراحه على البيج بتاعت البرنامج، حد كان بيشتمنا وبيقول ان احنا يعني برنامج مش كويس وبنعرض حاجات مش حقيقيه، لكن احنا ردينا عليه بمنتهى الهدوء ان هو يقدر يتواصل معانا
ويقول لنا ايه اللي احنا عرضناه غلط، ولو عنده اي حاجه ينفي بيها الواقعه اللي حصلت يقدر يظهر لينا او يظهر للداخليه ويتكلم معاهم ويعرض مستنداته. بس واضح انه مفيش حاجه من الحاجات دي كلها، والناس دي بس كل اللي تقدر عليه ان هي تعمل تهديدات. شكل الموضوع كبير وهنحتاج ان احنا نتكلم عنه في حلقه قريب جدا ونتابع بقيه تطوراته. نرحب بضيفتنا دنيا ياسين، وقبل اي حاجه نسالها دنيا ياسين بتعمل ايه بالظبط، عشان هي واضح ان هي بتعمل حاجات كتير قوي. دنيا اهلا بيكي. الحمد لله، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بصي بقى مبدئيا كده، دنيا ياسين ايه؟ يعني ستايلنج ولا ميك اب ارتست ولا ايه بالظبط؟ فوتوغرافر وفاشونيستا. بصي هي حاجات كتير، بس هي كلها يعني ليها علاقه بالفن. يعني هي عامه كانت موهبه قبل ما تكون شغل او قبل ما تكون اي حاجه. ولوك البنات طبعا، يعني انت مركزه معاهم قوي في ان هم يظهروا باحسن شكل. طيب في البدايه كده، انت طبعا اكيد باعتبار ان انت بتشتغلي في ده، فانت واخده بالك من الحاجات الكتير قوي اللي بتحصل، ان البنت بيبقى فارق معاها بس ان هي تحط كميه حاجات ملهاش اول من اخر، وتلبس لبس مهما كان غريب لمجرد ان هي كده هتبقى حلو. انت بتشوفي ده كتير؟ بشوفه كتير جدا، في مناسبات، في جامعات، في حاجات كتير، في كل الاماكن. يعني هو مش فكره ان الميك اب نفسها، مش ان انت تحطي فول ميك اب فانت تبقي ظاهره ان انت تحطي رموش تقيله، ان انت تحطي روش تقيل. بيبقى في حاجات بسيطه جدا يعني بتخلي شكلك مختلف. مش ده اللي هيحلي البنات يعني في وجهه نظرك؟ طيب هي مع انها ستايلنج وميك اب ارتست ده شغلها، بس بتقول انه مش الميك اب اللي بيحلي البنات، ومش دي يعني مش الحاجه الوحيده اللي بتحليهم، ومش اللي البنات بيعملوه. طيب انسة دنيا، كلمينا كده بقى اكتر عن لبس البنات الغريب اللي انت بتشوفيه، وايه الحاجات العجيبه اللي بتحسيها مثلا وانت رايحه الجامعه وانت رايحه شغلك. هو المفروض ان في كل مكان ليه ستايل بيتلبس مثلا فيه او كده. زي مثلا لما تكوني لابسه بلوزه مشجره وطرحه مشجره والوان مالهاش علاقه ببعض، ده كله بيخلي العين تبقى بيبقى الشكل صعب قوي. او مثلا الفورمه الزياده في الجامعه، مثلا الجامعه بتبقى عايزه كاجوال شويه، او العكس، او الالوانات تبقى رايحه مكان فورمال وتلبسي لبس مش مناسب. بالظبط، او العكس، او ممكن تبقي انت في مكان مثلا فرح مثلا، السواري مش معناه ان انت تبقي منوره وان انت تبقي برونزر قوي. ولو انت مثلا الدريس بتاعك برونزر قوي بتلبسي حاجه مثلا مات شويه، لو طرحه تربو الشوز، الحاجات دي برضو بتفرق. مش يبقى كله مطرقع مع بعضه كده ولا لا لا ماشيه؟ لا كتير. كتير. هي ستايلنج بتقول ان هو كتير، فانتوا متخيلين بقى مثلا البنات العاديين او الولاد هيشوفوا الحاجات دي ازاي، ملهاش اي علاقه بالحلاوه خالص. طيب كلميني بقى اكتر عن اللبس اللي المفروض انه يتلبس، والشكل المفروض ان البنت تظهر بيه، او هيئتها المفروض تكون عامله ازاي، يعني كل مكان على حده. زي مثلا الجامعه، بيبقى فيه روتين لوك خفيف قوي، ما بيبقاش صعب. لو مثلا في حد متعود يلبس لينسز او حاجه، بيبقى فيه درجات معينه، درجات اللي هي الهاديه، الروج والبلاشر والحاجات دي بتبقى نود شويه، ده لان ده بيبقى الصبح. في طبعا في النزولات العاديه اللي هي بتبقى بالليل، او زي خارجه او تعملي شوبينج او كده، بيبقى اللي هو الوسط، اللي هو يعني بتختلف الوان النود لاعلى شويه. انما بقى السواريه ده بيبقى، معلش بس انا اسفه هقطعك، هو يعني ايه نوت؟ يعني الدرجات، ايه ده؟ الدرجات المياله من مثلا بيجات، كشميرات هاديه، الحاجات اللي هي الهاديه خالص، تحسي ان انت اللي هو انت حاطه ولا مش حاطه الوان البشره يعني. ده الميك اب بتاع الصبح مثلا او في الجامعه. تمام. خصوصا يا جماعه ان احنا بنتكلم في جامعه، يعني جامعه رايحين نتعلم، رايحين نقعد نسمع حاجات دراسه، مش رايحين نتفسح، مش خارجين مع اصحابنا. فلو مثلا يعني انت بس بتحاولي انك تتجملي، بتحطي حاجات تخليكي انك تبقي شكلك مش باين عليه التعب، مش باين عليه الارهاق، يعني حاجات عاديه، بس مش بتحطي عشان انت رايحه تلفتي انظار خالص، لان انت المفروض في جامعه، يعني ده اساسي. بالظبط. طيب كل مكان ليه، يعني انا لما ببقى نازله الجامعه وحد يشوفني
دنيا ياسين ميك اب ارتست، ايه ده انت يا جماعه انا رايحه الجامعه يعني كل مكان، وفي ساعات كتير قوي في مناسبات او افراح او ايفنتس او اي حاجه ما ببقاش حاطه فون ميك اب، برده مش لازم او مش شرط. وبتنزلي في يومك العادي مرات من غير ميك اب خالص؟ خالص صح، خالص يعني، خالص يعني ولا اي حاجه، عشان برده ما اكدبش قوي يعني، ممكن مرطب يعني روش خفيف قوي، ماسكارا، ولا هي الحاجات مش باينه يعني، مش لازم بقى اعمل كل الستبس بتاعت الميك اب قبل ما انزل وكده يعني. طيب قولي لي انت فكره انك تعملي اصلا الاوتفيتس اللي بتعمليها وبتنزليها على الانستجرام، وبداتي تتجهي شويه انه يبقى فيه ستايلنج وفاشن وحاجات زي كده، دي كانت بسبب موضوع البنات ولبسهم الغريب فانت بتحاولي تساعديهم ولا كانت يعني ليه؟ الى حد ما انا لما كنت بنزل سيشنز كتير ليا كان بيبقى في بنات بتدخل تسالني هو انت جايبه السكيرت دي منين، هو انت البنطلون ده كده، وبيسالوني طب احنا معانا مثلا اللون ده يليق عليه ايه، فبدات احس ان انا في ان انا مثلا لو نزلت مثلا اوتفيت او حاجه هيكون في تفاعل والبنات كتير بيدخلوا يسالوني يعني. مفيش مثلا حتى لو ستوري عاديه منزله صوره ليا عاديه جدا ما ببقاش مثلا عامله اوتفيت قوي او كده، بلاقيهم دخلوا يسالوني الله حلوه قوي اللفه دي بتلفيها ازاي، البنطلون ده منين، طب الدنيا كمان بتلف بتعمل لفات طرح جديده وحاجات كده. خلونا نشوف بس الاوتفيتس اللي الدنيا كانت عملت منهم حاجات ونزلتها عندها على الانستجرام، هنشوف منهم كده كام لوك لانه طبعا مش هنعرف نجمع لكم اكبر عدد، ونخلي الدنيا تشرح لنا اكتر عنهم وايه الاوتفيت دي كانت عملتهم امتى او الالوان بتاعتهم او الحاجات دي. دنيا معانا اول اوتفيت ده تقريبا شتوي صح؟ ده جاكيت فار، ينفع يعني ينفع نلبسه كاجوال وينفع نلبسه برضو سواريه لو على سكيرت بليسي او سكيرت سودا مثلا او كده، وهيلز بسيطه وممكن نروح بيه فرح او كده او اي خروجه بالليل يعني في مكان. الفرو بيمشي ان هو كاجوال وبيمشي ان هو وكاجوال على تي شيرت بلاك وعليه كلام او اي حاجه، او ممكن يكون ساده بنطلون جينز وممكن كوتشي ممكن شوز عاديه على حسب المكان اللي انت بتبقي رايحاه. بالظبط يعني ده لوك ينفع مثلا انت لو خارجه بالنهار او لو رايحه فرح مثلا او حاجه سواري كده. هو عامه الجاكيت الفرو بينفع لكذا حاجه ويعني استخدامه كتير يعني تعرفي تشقلبيه كده في كل اللبس، عشان طبعا داخلين على الشتا فكانت اول حاجه اتكلمت عنها دنيا اللوك بتاع الجاكيت الفرو دي جيبه تقريبا بليزي. بس دي برضو شتويه، دي ممكن برضو نفس الكلام ممكن نقلبها كاجوال زي ده هاف بوت كده ساده، وممكن نلبسها على برضو هيلز صغيره كده، وممكن بقى بلوفر الجراي ده نلبس يعني اللون البترولي بتاع السكيرت تليق على كذا حاجه يعني تليق على الالوان فاتحه كتير، كل ابيض وجراي والحاجات دي كلها. طيب دنيا اختيار الالوان ان مثلا يبقى السكيرت غامقه والبلوفر فاتح والحاجات دي بتبقى مهمه، بتفرق مع العين لما بتيجي تبصي لحد؟ طبعا بتفرق مع العين جدا يعني، مثلا زي السكيرت دي كده ما ينفعش يبقى لابساها ولابسه اسود، هي غامقه والاسود غامق بيبقى كاتم قوي، ما بتبانش شكلها اصلا، ما بيبانش. ولو حتى كمان ميك اب هتبقى اوفر جدا قوي لانه هيبقى الميك اب تقيل وباين جدا. طيب احنا معانا اتصال تليفوني قبل ما نتكلم على الاوتفيت ده، ام جهاد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازيك يا استاذه ساره، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا اول اهم حاجه قبل اي حاجه انا عايزه اشكرك على البرنامج الجميل، جميل جدا جدا جدا، وفعلا احنا كنا محتاجين برنامج زي ده من زمان، في حاجات كتير وبيضم مواضيع كتير جدا جدا، احنا في اشتياق ان احنا نسمع عنها تفاصيل، وبرحب بالضيفه بتاعت حضرتك. ميرسي لحضرتك. كنت عايزه بس اسالها سؤال. اتفضلي. بقول لحضرتك هو فعلا في ميك اب يعني البودره المائيه او اي حاجه من كترها او ميك اب معين من كتره بيعمل بيفحر في الوش او بيعمل تشوهات او بيغير شكل الجلد فيما بعد حطتهم لفتره طويله؟ تمام. الدنيا هي بتسال على الماركه مثلا اللي بتستخدمها البودره او تمام. لحاجه زي كده لو كانت بتشقق في الوش او بتحفر او حاجات زي كده. تمام، انا ممكن ارد دلوقتي؟ طبعا ردي، اتفضلي. تمام. الاول البودره المائيه دي خلاص يعني وقتها راح، هي فعلا خطر جدا على الوش لان هي الاسفنجه اللي انت بتحطي بيها او دي بتعمل كذا طبقه فبتكلكع معاكي، وبالتالي بتضر بعد كده البشره، او حتى لو ما بتضرش البشره شكلها بيبقى اوفر طيب في حاجات ايه البدايل بقى ليها؟ البدايل اول حاجه قبل ما تحطي اصلا اي فاونديشن او اي باودر، دلوقتي البودره المائيه دي اتقسمت حاجتين يعني بقى فاونديشن وباودر، ده لوحده لوس باودر
والفاونديشن لوحده. الفاونديشن ايه كريمي. لوس باودر ده؟ لوس باودر ده عشان اجعله في الميك اب خالص، يعني ما عنديش اي خلفيه. قبل ما نحط اي حاجه على وشنا لازم بنرطبه، تمام، ولازم بعد ما نرطبه بعديها بدقيقتين نحط برايمر. برايمر ده بقى حتى لو انت حاطه حاجه بتضر البشره هو يعمل كفر، ان انت اي حاجه هتحطيها بعد البرايمر خلاص ما مش هتاذي بشرتك. يعني ده وظيفته، ان انت لو هتستخدمي اي منتج ممكن يبقى خطر على بشرتك هو هيكفر وهيساعدك ان هي ما تضركيش. البودره المائيه دي بقى نركنها شويه على جنب، هي خلاص ما بقاش حد بيستخدمها، او لو حد بيرتاح ان هو يستخدمها خلاص تمام بعد البرايمر. برده بنحط الفاونديشن، بنطبطب بالسبونجه، بنحط اللوس باودر، الوش بيبقى كفرنج جدا وخلاص بقى، يعني اللي هو مفيش اي حاجه باينه، مش مضر. ولو في مثلا منتج مضر احنا كده كده حاطين البرايمر ده فالدنيا بتبقى تمام. تمام. معانا اتصال تليفوني، استاذ رمضان. وعليكم. عليكم السلام، اتفضل. النسوان اصل الاوطان. نعم. لو صلح النسوان اصل الاوطان، لو صلح صلح الانسان. يخلي الجيل يبني الاوطان يحمي بالروح الغلبان. نبع الخير في كل مكان هي للأسرة حسن أمان. دنيا بدون النسوة جحيم واللي يقول غير كده غلطان. أم القادة والشعراء والعلماء في كل مكان. أم الأبطال الشجعان والفقهاء خدم الأديان. عود يا أهلي للأخلاق، كونوا سيوف ضد الشيطان. يا ربي أصلح أخواننا واحفظ بلدي. النسوان رمضان طاهر. شكرا. العفو يا استاذ رمضان. هو يعني بيقول كلام حلو جدا بس في الاخر قال يحفظ بلده عشان يعني من الستات. هو ده اللي كنت بقوله يا جماعه، ان هم ما ينفعش يكونوا غير امهات للقاده وللشعراء وللحاجات الجميله جدا دي، ويخلقوا جيل نتكلم عنه ما يبقوش بنات يعني بتنتقدهم الناس وفي اخر المكالمه قال لك يحفظ البلد من النسوان، مش من يعني مش من الارهاب ومش من النصب ومش من السرقه ومش من الجرايم، من النسوان. يعني انتوا خدتوا بالكم؟ ماشي. انا سادوني هنرجع نكمل الاوتفيت بتاعتنا وبعدين نكمل كلام عن الميك اب. كان الاوتفيت الاخير اللي اتعرض الفستان الاحمر، الدريس ده. الدريس ده يعني الستايل ده في اي لون، اي لون هنختاره هيليق في اي مكان وفي اي مناسبه، خطوبه بقى. هو ده الدريس ده اتعمل في يوم واحد عامه. هو ده كده صوري يعني انت بتحضري بيه خطوبه تقريبا او حاجه زي كده؟ ده كان خطوبه. هو علشان ساده وبسيط، ممكن نلبس تربو، ممكن نلبس حاجه مشجره، ممكن نعمل اي شكل طرحه، اي جزمه هتليق. مش مع الاحمر يعني، لو لون تاني الاحمر كذا برضو لون هيليق، بجات اسود ابيض كده، لو لون تاني لو ازرق مثلا هتليق برضو معاه بجات. انا لسه دنيا بس كانوا بيبقوا واخدين فكره عن الاحمر ان هو هيبقى لون فاقع قوي وصعب على العين، يعني لما تبقي لابسه احمر تبقي ماشيه كده في وسط الناس فاقعه. بصي هو الاحمر بيختلف ماتيريال، يعني في ماتيريال الاحمر فيها بيبقى فعلا صعب قوي، فما بنعملش منه دريس منفوش، ما بنعملش منه حاجه كبيره، بنعمل منه حاجه سامبل. بيبقى حاجه سامبل، يعني ده ما فيهوش اي شغل خالص، هو الكم واسع شويه وهو نازل سقف، ما فيهوش نفشه، ما فيهوش مش ديل مثلا. بيزك كده. تمام. طيب معانا ام خالد. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا ساره؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. والله حضرتك منوره الدنيا كلها، واستاذه دينا عسوله قوي وكيوت الدنيا. وعلى فكره يا جماعه بنات مصر حلوين والله، مش محتاجين اي مكياج. اكيد طبعا محتاجين اي حاجه، يعني زي ما بنقول عندنا بالبلدي الحلو حلو لو قايم من النوم. يعني اكبر مثال حضرتك يا استاذه ساره والاستاذه الضيفه اللي معانا، ما شاء الله يعني امارات. ربنا يخليك. ميرسي يا ام خالد، ده من ذوقك. هو بنات مصر اكيد طبعا زي القمر وكل حاجه، بس احنا بنحاول نقول لهم انتوا لو حابين تحطوا ميك اب تبقوا احلى، تبقوا امارات اكتر، مش لازم تعملوا الحاجات اللي بتستفز الناس واللي بتخليهم يقعدوا ينتقدوكم ويقولوا ان انتوا مش فارق معاكم بس غير شكلكم، وان باقي الحاجات كلها واقعه منهم. ميرسي يا ام خالد، بشكرك، شكرا ليكي.
بتقول لك انت قمر وكيوت حاجات كده كتير. ربنا يخليكي. طيب دلوقتي انا مثلا لو رايحه مشوار فورمال كان في اوتفيت ليكي تقريبا بدله او حاجه زي كده، دي بتمشي امتى وايه الالوان اللي تناسب مثلا لو انا رايحه فورمال محكمه او جامعه، لو انا الدكتور مثلا في الجامعه او معيده، وايه الفورمال اللي يناسب الشركه؟ يعني اشرحي لي شويه الموضوع ده. هو الفورمال عامه احنا اول ما بنسمع كلمه فورمال بيبقى بليزر او ساعات ممكن يبقى بلوزز عادي. في بيبقى في بدل، يعني البدله اللي هي المفروض تتعرض على الشاشه دلوقتي اللي هي كانت مقلمه. طيب احنا معانا بس اتصال تليفوني وبعدين نشوف. طيب. البدله. الو. طيب شكرا، الاتصال قطع، ممكن حضرتك ترجع تكلمنا تاني. كملي لي عن البدله دي. البدله بتبقى اللي هي المقلمه دي، بيبقى في مثلا بتبقى حاجات تكات كده بس انا بحب اركز فيها، يعني ما بيبقى التقليمه عريضه بحسه كاجوال اكتر، ممكن تلبس على كوتشي او كونفرس او كده. ولما بتبقى التقليمه خفيفه اللي هو الخطوط تبقى خفيفه جدا، ده بيمشي فورمال عادي شركه او جامعه مثلا لو في انترفيو او حاجه. وساعات بقى ممكن ايه نشقلب بقى البدله، يعني ممكن ناخد البليزر لوحده نلبسه على بنطلون، البنطلون مثلا على شميز بيزك جينز او شميز ابيض او شميز اسود على حسب درجه لون البدله. والبنطلون برضو ممكن نمشيه كلاسيك، نلبس البنطلون لوحده مع بلوزة برضو سادة لو هو مقلم، لو هو مش مقلم عادي برضو مش هتفرق. يعني قصدي نستغل ده لوحده وده لوحده. طيب دي صورة تانية الأوتفيت تقريبا كاجوال، كلميني كده عنها. دي كاجوال، دي بلوزة زهري على بنطلون مام جينز، ممكن برضو يعني البنطلون ده درجته هو ستايله مام اللي هو مش بوي فريند ولا سكيني، هو وسط. لا بصي وانا اصلا مش بفهم في الحاجات دي، فلو حد يعني بيفهم في الكلام ده ويقف ويسمعه، انا مش بفهم في الحاجات دي خالص. البنطلون ده من اكتر البناطيل اللي بتليق عليها بلوزه تي شيرت جاكيت اي حاجه. طيب انا ملاحظه ان انت بتغيري في لفات الطرح بتاعتك، انت اصلا بتعملي لفات طرح وبتنزلي فيديوهات تعلمي الناس والكلام ده كله. الطرحه بتفرق مع اللوك؟ طبعا. يعني لازم ان انا على حسب اللوك اللي انا لابساه اشوف لفه الطرحه تبقى عامله ازاي. بالظبط، وعلى حسب. طيب. اللبس. احنا معانا فيديو لفات طرح بتعمله دنيا، خلونا نشوفه وبعدين نرجع نتكلم مع ازاي تفرق بقى اللوك بتاعي انسق معايا لفه الطرحه. كانت كذا لفه لكذا طرحه من بتاعه دنيا. طبعا هتكلم معاكي عن لفات الطرح بتتماشى مع ايه وايه اللوك المناسب لكل طرحه، بس بعد الفاصل. خلينا نقطع فاصل وبعدين نرجع نتكلم مع دنيا ياسين. استنونا هتكلمكم عن كام حاجه ضروري يكونوا موجودين لو انت بتحبي تستخدمي ميك اب. اهلا بيكم مره تانية ورجعنا لكم مع دنيا ياسين الستايلينج والفاشونيستا والميك اب ارتست. هتورينا كده دلوقتي كام حاجه من الميك اب بتاعها، بس خلوها الاول تقول لنا لفات الطرح بتفرق ازاي. دنيا قولي لي يعني ايه الفرق مثلا اللوك اختار معايا لفه طرحه هتفرق في ايه؟ ما انا ممكن اعمل اي لفه وخلاص. عامه لفه الطرحه بتختلف من ماتيريال برضو، يعني في لفه طرح ماتيريال مثلا ليكرا ما ينفعش تتلف بشيفون علشان هتضايق برضو البنت او كده وتفضل بقى تقع وتتزحلق وكده. التربون ما بنفضلها للسواري اكتر او خروجات بالليل، مش على الكاجوال.
وفي برضو حاجات بتبقى سواريه بتبقى كتير وبيبقى فيها شغل كتير، كورنيشات حاجات كده. ما ينفعش برضو ابقى لابسه تربو، بفضل ان انا اكون لابسها يعني سوري او كده او واتفر. طيب انت بما انك ميك اب ارتست بقى، فجايبه لنا ادوات معاكي بتعرف البنات ان ممكن يستخدموا الحاجات دي يجملوا بيها مثلا لو في عيوب بشره او حاجه زي كده، فكلمينا عنها بعيدا عن البودره الكتير اللي بتتحط. تمام، انا مش جايبه يعني طبعا حاجات غير حاجات بسيطه، حاجات اساسيه. جايبه اهم حاجه الفرش. الفرش اهم حاجه في الميك اب كله، يعني انت ما بتعرفيش تحطي ميك اب وجايبه فرش كويسه هي اللي هتساعدك 80% ان انت تطلعي لوك حلو او لوك سريع. يعني مش كونتور ومش فاونديشن ومش الاسامي الغريبه اللي احنا بنسمعها دي، هي الاهم. اول حاجه اعرف الفرش بسرعه. فرشه الحواجب، تمام، هي بتبقى عامله كده، تمام، بتبقى جايه ببيس كده تحت شويه علشان تقدري تتحكمي في ان انت تملي الفراغات بتاعه الحواجب. والبنات اللي حواجبها تقيله مش محتاجه ما تجيش جنبها، يعني ما تحطش اسود بقى. ويعني ميك اب ارتست يا جماعه بتقول لكم انه لما تكون حواجبك تقيله ما تحطيش، بسيطه بالظبط. معانا الثلاث فرش دول بتوع الشادو. وهقول دلوقتي الالوانات اللي ممكن نحطها في الجامعه، وكاننا مش حاطين برضو، يعني خلاص انت مش قادره تمسكي نفسك وعايزه تعملي ميك اب هتحطي درجات بس هتكون نود برضو. طب عرفينا كده الدرجات دي. تمام، الدرجات السته دول اللي هو البيجات والحاجات اللي هي الكافيهات شويه. تمام، طبعا الحاجات اللي بتلمع دي البرونزر دي كلها سواريهات، وبرده مش انت رايحه فرح تحطيها برده، دي بتبقى بتاعت عرايس، يعني دي حاجات يعني لو مش انت العروسه ما تحطيش الحاجات دي. لا ما تحطيش البرونزر الاوفر ده، ممكن نحط اللي هو الشامري ده اللي هو بيلمع شويه مع درجات برده من دي، يعني دي تليق سواريه وتليق عروسه وتليق ميك اب، بتليق كل حاجه، بس دول مش كل حاجه، فاهمه قصدي؟ يعني السته دول الدرجات الهاديه ممكن نحطها يعني لون واحد، مش بنحط كذا درجه، هي درجه واحده من السته دول لو رايحين الجامعه او رايحين مثلا مشوار الصبح او كده. طيب دنيا انا اسفه جدا، للاسف وقت حلقتنا خلص بسرعه وما لحقناش نكمل بقيه الحاجات بتاعه دنيا، لكن اكيد هنجيلها في حلقات تانية وهنتكلم فيها. دنيا ياسين ستايلنج وفاشن، بتعمل فاشيونيستا كده طول الوقت، وبتقعد قدام المرايه وتلبس وبتتصور وميك اب ارتست، بس لما طلعت معانا النهارده قالت ان مش هو ده جمال البنت، وان عادي جدا بتنزل من غير ميك اب، ومع انها بتحب ده وبتعمله طول الوقت، بس كمان بتقول انه عادي ممكن لو انت مش محتاجه ميك اب ما تحطيش، ممكن تحطي حاجات خفيفة. فأنا جبت لكم نموذج من النماذج اللي أنا بتكلم عنها علشان ما تقولوش إنه لأ أنت مش عارفة حاجة ودول بيحطوا ميك اب مش عارف إيه، ميك اب أرتست أهي، واتكلمت معاكم وسمعتوا منها بنفسكم. أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية في موضوع جديد، بس إن شاء الله ما يجيش بقى يعني في قضايا نصب ولا توظيف أموال ولا أي حاجة خطيرة زي كده، لكن قضية مدام هويدة هنتابعها وهنوفيكم بالتفاصيل أول بأول. أشوفكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله، استنونا.